بسم الله الرحمن الرحيم. المكرم، أيها الحكام الكرام، ويا أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. في هذه الفرصة الطيبة سأتحدث أمامكم جميعا تحت العنوان أهمية الزكاة لرفاهية الأمة. أيها المستمعون الكرام، كلنا نعرف كلمة الفقر. حالة الفقر تحدث بعدة أسباب، على سبيل المثال فرص العمل المحدودة والموارد البشرية المحدودة. لذلك فإن للإسلام طريقته الخاصة في حل هذه المشكلة، أي عن طريق العشور وفق الركن الثالث من أركان الإسلام، ألا وهي الزكاة. أيها المشاهدون المحبوبون، الزكاة من حيث الشروط هي أصول معينة يجب أن يصدرها أشخاص المسلمون، وتمنح للفئات التي يحق لها حصول عليها. الزكاة من حيث اللغة تعني طاهر ومقدس وحسب ونعمة ومزدهرة. وجوب الزكاة للمسلمين القادرين مذكور في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. سورة التوبة الآية 103. أيها الإخوة والأحوال، للزكاة أدوار ووظائف عديدة في الحياة. الأول هو تنكية الثروة. لماذا؟ لأن الثروة التي نحصل عليها ليست بالضرورة حالية من مصادر غير مشروعة. لذلك بأداء الزكاة يكون المال نظيفا ومشروعا للمالك، كما أن نقاء الثروة سيجعلها نعمة. الزكاة هي أيضا وسيلة من أشكال الصدقة المتبادلة بين الأثرياء والذين يجتنبون في سبيل الله، حتى لا تتاح لهم الفرصة لإعالة أنفسهم وأسرهم. أيها الأحباء في الله، ثانيا استعادة صفاء القلب. من حكم أداء الزكاة القضاء على الجشع والتبذير وشتى الحصال المتعلقة بالمال لتطهير القلب المزكي. ومن حكمه أيضا الاعتياد على مساعدة الآخرين. يجب أن نعرف أن الملكية في الإسلام فيها حقوق للأشخاص المحتاجين. أيها المستمعون المحبوبون، ثالثا الزكاة تخفف العبء الاقتصادي. مع الزكاة سيكون للفقراء والمحتاجين أموال أو احتياطيات غذائيات للأيام القليلة القادمة، كما حصل أيضا عند الغارمين وهم الأشخاص غير القادرين على سداد ديونهم. أداء الزكاة أيضا تساعد على تدفق الثروة بحيث لا تتراكم في مجتمعات قليلة فقط. أيها المشاهدون الكرام، هيا نؤدي شريعة الزكاة إذا كنا قادرين على ذلك للحصول شرفها. شرف للمزكي
من حيث الأجر وطهور القلب وشرف للمهتاد. أيها الإخوة والأحوال، اكتفيت كلامي حتى هنا، وإن وجدتم مني خطأ فهو من نفسي، وإن وجدتم مني صوابا فهو من الله. أهير أقول لكم